قامت الجهات الأمنية بنصب سيطرات في بعض الأحياء السكنية داخل قضاء بيجي لدعم الملف الأمني والحفاظ على أمن وسلامة أبناء القضاء. تم افتتاح السيطرة بجهود حسن المشتبه وجهود الشرطة المحلية وجهود الحشد فوج بيجي وجهود عقيل سعد وجهود قائد عمليات وجهود الخيرين، فهذه السيطرة تعتبر شو اسمه الرئيسية، السيطرة الرئيسية وتخدم الجميع إن شاء الله، وإحنا إن شاء الله بخدمة الشعب وخدمة المواطن إن شاء الله. الحمد لله والشكر، السيطرة الرئيسية مال بيجي انفتحت مال مدخل حي العصري، وبجهود إن شاء الله الحشد الشعبي والشرطة المحلية، وإن شاء الله البيجي أمان وكل شيء ماكو. أنا بالنسبة لي هاي أول جاية من أربيل، والحمد لله هسه الله ستر بالأمن والأمان الحمد لله، بفضل إن شاء الله الحشد والقوات الأمنية والشرطة المحلية، والله ما شاء الله الخير والأمان. احنا اهل البيجي جينا نشوف بيوتنا وجا نعمر بها، بس الخدمات مشي، نريد نرجع والخدمات مشي والله بصراحه. ونشكر الحشد الشعبي والجيش والشرطه الاتحاديه اللي حرروا البيجي، بس ينقصنا المي والكهرباء مشي والله بصراحه. سيطره خلف الله عليهم سنين الامر وماكو صعوبات، بسيطره نروح ونجي وعادي المساله ان شاء الله. نبارك لأهالي بيجي بافتتاح هذه السيطرة المباركة بموافقة من عمليات الحشد وأمن محور بيجي، وهذه السيطرة خدمة أهالي بيجي بصورة عامة كون الطريق معبد ويعني بوسط المدينة، وهي الناس كانت تعاني لأن السيطرة كانت بعيدة ذيش الثانية والطريق مو معبد، فهذه تخدم الناس المحلات التجارية بوسط المدينة. ونبارك لأهل بيجي، وهذه السيطرة متكونة من ثلاث جهات اللي هي جهة الحسن المشتبه كاستخبارات والشرطة المحلية إضافة إلى حشد بيجي التابع الفوج بيجي من ثلاث جهات، والقوة كلها متعاونين ويا أهالي بيجي، ونتمنى لهم بالموفقية والحمد لله على كل حال.